حفلة قلن شبينتا دفعة دي أفريا تمناد يشام عدا دي سبب ميديكال يونيفرسيتي يا ما تلقو غابتي مقالة دهر جيسا وحانا حفلة داني كسو غيب قلي مدحونا كحيانكا سومالي لان حمناكا ميدق قلها وصير دا حل دبانو ما يكحيانكا عاسما دا ايو مر شرف كالدوان دافور كي مناسبات دا ايا وحمد شهد لكيشي دي مدحوين كحيانكا شام عدا دي سبب محمود سحر دي داسكار ايا وليبا هرمود كوح برشاد شام عدا محمد عبد الله وحانا ايرادين مانتا واي ومالي فرحاد له وحا جامعادة ميديكال اتصاء ميديكال اتصاء مرسالة كبير جميلية أردي دي دفعة دي أخرى طبنات أو كاكوان بغوية صدحة طبن أردي رنتي جامعادة وحي عام كنتهاي إني سو سارتو أردي تيالي أو عافماتك رنتي برسولنا قيب اللي حدك غجرتا مرحلة فر بابي سو بري أردي داني إبدا بي سو بري لوسو تدالي جي فرنتي رمانتا وين أرنا من هذي انت كتب حقيقة دي مانتا أرتدى قليل جميل إسا وحي أبلا موتاي إلي فريه أهري جي أي مانتا دميستان أقوان تنان انت أكون دمائن فرنتي رمانتا دلكينا وحبرشاد بيافي عن أي مارسا وكا أرتدى وحن كلب كبورينا يا كلنا تردار ما يا إن أنا أرني وحبرش وارد ما يسنى إهل هذا سيوتان سيقون تودا رب سمريان وحن شعلة هاي إن أنا نوهم بليينو دمان أرضي ذا قيمة بدن إمان تهل كان شوكتة أرضي ذا أو أرضي ذي دفعة ذي أفريتومنات يا كقر نشوف سد جامعة إتس أو ميديكال يونيفرسيتي كولج جامعته وجامعة مدرد كشغيل سيوتان كا أردي فربضان إيه ملف فربضان أي صوص أرتينا أي وطن كأي عالم كم يلف فربضان أو كم إذا أي جوجان أردي ذا واحد لا يا هاي ما أنت وما فردان أو قل جميت معنيه دماها إن أتصور ما يسان امتحان ذا أتكا إيو دذال كي بدنا الجامعة ذا تكو دين لكن سوى حويان إن لو دبال دقيو دذال كي لفتي سي أو ما أنت مليه سي أذكرنا يسان ما أنت حفلة ذا واحد سكلا أردي ذا أردي ذا آدي آدوهم بلينيا أردي ذا نهنتي وأردي أقوانهان ديسان براكتيكال يتيري لبضا بكا ديسان وحانا مرخاتيكا سوقا مركي تغان أردي ذا فيدباك ينتيجة ذا نغرس ونغوتا دمان تود أردي ذا وأردي أنه أغنو وتعب كوغي أن أغنهي إنتا سيكاد من أوحا هذا الكيس كدبقاتي حمنا كمدا مسؤولين تي مرشرف تي كالدوناي مناسبة داني كسوقي بكشي We, as we celebrate a significant milestone in your life. You know, graduation is a momentous occasion, one that marks the accumulation of years of hard work and dedication. Ugoreewahan hambalyeenaya ardayda maanta qalin jibisay ama qalin bedelaneysa waxaan farxad la wadaagaya waalidiinta maanta tacabkoodi arkaya sidoo kale iyaguna waxa tacabkoodi arkaya macallimiinta oo u farxaya u dabaaldegaya midhiha intaas sano soo wadeen inay maanta ay arkayaan inay guuleysteen وصوصاران أردنا قوانتا يا أخلاق وكم وغطو
وعقلها هبليانا والدينتي وصوت طبعي وصوت شيء ديارنا يي بربارنا يي يدنا عتاقنا العك تكبر هنا يي يلا حلا وده جسكا دقي هنا غير عادي عادي عبد الله هبليانا تي فرحد وين بيت هاي إلى المر كل سوق قيم قلوا مناسبة قريب بدر الشدة أرتيدا دلال كبر السوق شيء أن أو أن أمي سنة هاي هل كان يو أتكيسك أي سوق له ما أنت هل كان يشوفه إلى قاطع وقت يادك أتكيسي يكوعنا شو وهذا لا يه هنبليو مرة بعد واحد هنبليه والدين تو يقول سوق قريب تهجنا سيديول كأرتيدا سيدون يرجعون العيال مرة سدح هذا واحد هنبليه يا معلمين تا ما أقول كايا هلو دنيا كتير وشامعتا أريسا أمريكا يونيفرسيتي oo kamida dheliyay rabitaankii ardaydaasi inay gaaraan inay bartaan xirfada mihiidada caafimaadka ee maanta uu joogaa farxad weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo madashan iyo munaasabadan aynu la farxano oo la dabaal degno oo aynu hambalyeyno ardayda kala duwan ee ka qalin jabisay jaamacadda Addis waxa kale oo bogaadinaya waalidkii soo tabacay ee muddo dheer ardaydan kala soo baxay marxalado fara badan iyo duruufo badan oo ku gudubnaa maatana ay farxad iyo guul u tahay in halkan soo gaareen mar labaad waxaan bogaadinayaa jaamacadda oo runtii kamida jaamacadihii ugu horeeyay Soomaaliland ee culuumta caafimaadka dalka ka bilaaba arday badan ay soo saareenna ay qaranka wax u tareen qaarkood ay dib uga noqdeen macallimiin iyo waxbarasho soo saarayaal goobo kale waxbarasho iyo isla jaamacaddaba wixii aad barateen ilaahay ay idinka dhigo kuwii dalkooda dadkooda iyo diintooda anfaca ilaahayna u garab galo midna waa waalidka oo haddii aan waalidiintu maanta gidaar walba idinkala soo tuurin meel walba idinka soo tuurin halkan maanta qalin jabin idinkama dhacdeen marka waxaan idin leeyahay waalidiintiina xusuusnaada waxaa farxad leh maanta inaan idin kala soo qayb galo xafladdan qalin jabinta ee bulshadeena iyo qarankeenaba wax badan ka tari doonta diyaabeedka run ahaantii waxaan aad iyo aad ugu mahadnayaa jaamacadda maamulka jaamacadda ee waqtiga badan iyo juhdiga faraha badan la geliyey inay ardayda qiimaha badan le maanta inoo soo baxaan maxaa yeelay wixii tacab la geliyo ayaa soo baxa oo qiimo yeesha waxaa halkan ka muuqata arday tacab fara badan la soo geliyey waqti badan la soo geliyey samir in badan lagu soo qaatay sidaa daraaddeed waxaan mahadnaqayaa macallimiinta iyo waalidkii soo barbaariyey ardayda ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay waqad aabuka allaa tacbudu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana marka ardayda waxaan leeyahay waalidka mar walba aynu ogsoonaano madaxweyne kuxigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliixi oo isaguna madasha hadda la ka jeediyey ayaa waxa uu yidhi farxad weyn bay tahay iyo sharaf in aan soo qayb galo dufcaddii afar tobnaad ee jaamacadda Addis Ababa College oo runtii jaamacad aad u qiimo badan ah islaama waa sheegay madaxweyne wasiirka sheegeena tababarka dalka ee xagga caafimaadka gaar ahaan qayb weyn ka soo qaatay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayna jaamacadda guddoomiyaha madaxweynaha macallimiinta sharafta badan ee ardayda u soo qadaashay waxaan kale aad ugu hambalaynaa ugu mahadnaqayna waalidka runtii dadaalka weyn soo gashay caruurteena daayarteenaasi ee maanta kusoo biiriyey Soomaaliya aqoon-yahanno caafimaadka u badan kusoo biiriyey dalkooda hooyo ugu dambeyn waxaan hambalaynaa oo maalintoodii way ay tahay maalin weyn u tahay oo loo soo ururay maanta ardayda qalin jabinaysa dufcadda afar tobnaad oo ilaahay hambalyo 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 gabagabadii munaasabadanna waxaa abaalmarinay iyo shahaadooyin lagu maamuusay ardaydii qalin jabinaysay iyo weliba kuwii kaalmaha hore galay waa maxamed andar MMTV hargeysa macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kenan.